بالله. صباح الخير يا احمد افندي. صباح النور يا شرف. تعال كده شويه بقى معروف. صباح الخير يا احمد افندي. صباح النور يا استاذ علي. هو في حاجه راحت منك يا استاذ احمد؟ صباح الخير. اهلا عاد. ازيك يا عاد؟ اهلا وسهلا. هو إيه؟ انت بتدور على حاجه؟ الليست. إيه الليست؟ ايه الليست؟ الخضار قصد الطلبات، حطيتها هنا ومش لاقيها. والوقت راح هتاخر على الباب. ايه الحمد لله لقيتها. عارف اذا ما كنتش لقيتها كان حصل ايه؟ ما كناش هناكل النهارده. انا اسمي. لا اتفضل. صباح الخير يا حاج. صباحك بالخير والسعاده يا احمد افندي. شوف يا سيدي، نص كيلو رز ولا اقول لك لو تتكرم تحضر لنا الحاجات دي عبال ما اروح اوصي على فرخه. حاضر يا سي احمد. من عينيا. يا احمد صباح الفل يا سي احمد افندي. صباح الخير يا شيخ حماد. لا مؤاخذه، الواد ابن عبد العزيز بعت لي القرشين دول من اسكندريه بس مش عارف اصرفهم منين. دول من عندنا من البنك. فوت عليا قبل الساعه 12 وانا اصرفهم لك. افوت على حضرتك في البنك؟ فين يا حته؟ فوق في الاداره، بس ما تنساش تجيب معاك البطاقه الشخصيه. ربنا ما يحرمناش منك يا احمد افندي. يا ذوق الذوق يا ذوق الذوق. اهلا عادل. ازيك يا راجل؟ الحمد لله. على اذنك. اتفضل اتفضل. شغل يا حبيبي. يلا انا عارف هي اتاخرت كده ليه.
انا خايف يكون الراجل. يا عم راجل ايه؟ يلا بينا اكل العيش اهم. بس عن اذنك ثانيه احصل فيفي اسال عليها. ثانيه واحده. محمد المدرسه بتشطر الساعه 4. اربعه وخمسه تكوني هنا. حسك عيني تلتفت يمين ولا شمال. تمشي على طول خطوه عسكريه كده. نورك. الله الله ايه على دي يا بنت؟ حصل خير يا معلم؟ شد عليها يا شاعر. قلبك ابيض يا معلم. هنزعها على ابو واحد عدلها. البنت ما تنساش المعامله القاسيه دي. انا بنت يا شاعر احمد الحر فيها. ما هي بنت انا كمان يا معلم. انا شايلها على كتفي. بس شدي يا شاعر احمد. شدي هربيها. يا معلم جاي التربيه مش كده ابدا. منك نستفيد يا ست ليلى. سعاد روحي المدرسه انت حبيبتي. يا معلم جاد الضرب عمره ما يجيب نتيجه ابدا. بس ايه اللي حصلكوا بيني وبين بنتي؟ عشان انت غلطان برضو يا معلم. وطريقتك دي هتخلي البنت تنحرف. تنحرف؟ خيو من عليا ان ما بنتش انت زي الانف. بطلوا ده واسمعوا. ما تجيش الا بالشديه. حاضر يا معلم. اتصلي للبيت تضلع تطلع لها سبعه. عشره يا معلم. من بابي؟ بابي بتاعك ده راجل صفاش خالص، خلاني عصبيه، لا يمكن هفوت عليكي مره تانيه. انت كمان يا فيفي، تصوري اني طفش كل اصحابي، مش عايزه اصاحب حد ولا احب حد، لا بنت ولا ولد. ايه ده؟ ده ما عندوش فكره عن حاجه اسمها حريه شخصيه؟ حريه ايه؟ ده بيتدخل في كل شؤوني، طريقه لبسي، تسريحه شعري، مشيتي، قعدتي. مش ناقص اللي لبسني ملاقي لف كمان. يا راجعي بشكل ده غير الشخط والضرب. ضرب؟ يا حرام، مفيش عنده اي حنيه. كفايه والنبي يا سعاد، ساعدتي عليا. عارفه لولا ابي احمد وحنيه قلبه انا كنت انتحرت من زمان. باين عليه لذيذ قوي ابي احمد ده. حبوك بشكل. مش عارفة ما طلعش ليه هو بابي. أما فين عادي؟ فضل مستنيك يا حرام، ولما اتأخرتي عليه قال إنه هيستناكي وأنت خارجة من المدرسة. باين عليه بيحبك قوي. وأنا كمان. عادل ده هو الأمل الوحيد اللي قدام، هو اللي هيخرجني من السجن اللي أنا فيه. وادي جرس قراميدان. متأخرة بقالك ثلاث دقايق ليه؟ بابا هو اللي أخرني. كدابة. لا أنا مش كدابة. أنت دايما تجيبي الحق على غيري. أبدا. أنا هعاقبك على بجاحتك دي. إيه الظلم ده؟ إشمعنى أنا اللي متقصدة؟ ما في غيري كتير متأخرين. بنت بتعلي حسك عليا؟ وأنا على وقت النظر. ردت عليا بمنتهى قله الادب. حكايه الردود دي مش مهمه قوي. ها؟ انما حكايه انك تمشي البنات وراكي دي ما اقبلهاش ابدا.
امرك يا ابله. عشان سعاد هانم وهي ماشيه وراكي كانت مستخفيه دمها وهي بتقلد مشيتك ومضحكه البنات عليك. بنت ما عندهاش اخلاق ولا تربيه. انا هنبه على كل المدرسات يعملوها بمنتهى الشده. وحضرتك ما تجيش المدرسه بكره الا لما تجيبي ولي امرك. اتفضلي. ورايا على الفصل. لا قدامي على الفصل. صباح الخير يا بنات. اتفضلي. طلعوا لي كتاب المطالعه. هي سعاد ما جاتش ليه؟ هي عيانة؟ لا يا أبلة، أصلها وهي داخلة المدرسة حضرة الظابطة وديتها لأبلة الناظر. خش قدامي. عملتي ايه يا سعاد؟ مفيش حاجة يا قبلة، أخرت شوية. تسمحي يا قبلة؟ عايزة ايه يا سام؟ أصل سعاد كانت ماشية ورا قبلة الظابطة وهي بتقلدها في مشيتها وبتضحك عليها البنات. تضحك عليها يا بنات؟ ضحك من غير سبب قلة أدب. صحيح الكلام اللي سمعته ده يا سعاد؟ أصلها كانت مودياني عند حضرة النظرة زول. ليه؟ هو أنت مستحيل اتأخرتي؟ ما كنتش لوحدي، كان في غيري كمان، لكن اختارتني أنا. مش عارفه ايه اللي بيني وبينها. حضرة النظرة ادت تعليمات انك هتقفي متذنبه طول الحصص النهارده، لكن انا هقعدك على شرط ما تكرريش غلطتك دي تاني. حاضر يا اب. اتفضلي اقعدي. افتحوا صفحه 25 يا بنات. فيفي اتفضلي. وقف الهدهد في باب سليماني بذلة. قال يا مولاي نصرة دي كمالة، اكذبي على دمك قول الحقيقة. نصرة دي كمالة. وبعدين بقى ياسين. سعاد جات، كملي. خد سعاد تعالي هنا، وشك في الحيط. والله مظلومة يا قبلة، نسام قاعدة تزقني بالمسطرة في ضهري. أنا زقتك يا سعاد، حرام عليك، ليه تدي القبلة فكرة وحشة عني كده؟ سعاد قلت تعالي هنا، وشك في الحيط. Thank you.
ده جاي يا حبيب؟ حصلت لي مصيبه، مصيبه يا ماما. يا ساتر يا رب، حصل ايه يا بنتي؟ النظر قالت لي ما تجيش المدرسه بكره الا ومعاكي ولي امر. يا مصيبتي، ومين هيستدرى يقول له الكلام ده؟ وبعدين يا ماما وبعدين؟ ولا قبلين نكتم على الخبر ولا نجيب له السيره، ده لو عرف يا رب. عرفت كل حاجه يا ام وهيب. عرفت ازاي؟ عرفت انت ماشيه مع البنت المهشكه اللي انا منعتك انك تمشي معاها. بتشرحي كلام يا بنت اللمبه دي؟ يا سلامي، ما تسيبش البنت الا البنت اللي زيها. الراجل متوحش ده هيموت البنت، روحي وشي عنها. ما تروح انت يا احمد. انا؟ ده راجل شراني ملوش كبير. امال عاوز تصدرني انا؟ انت ست ولما اشوفك هتكسف على دمك. حاضر يا سيدي، امر لله. اهو النبي اعملي معروف عليا. كفايه بقى، كفايه يا راجل اللي ما عندكش رحمه. كتر خيرك يا ست ليلى، والله ما حدش فاهم البنت دي. قلتهم بقى يا معلم جاد، دي مش طريقه تربيه ابدا. انت فاهم وفري كلامك. والله يا ست ليلى لما تبقي تخلفي يبقى ربي ولادك على كيف. روح يا سعد عند ابي احمد، اجري. انا صحيح ربنا حرمني من الخلفه، لكن ما تنساش يا معلم انها نظره مدرسه، وبربي بدل البنت الف. ما تاخديش على خاطرك يا ست ليلى، اصل المعلم لما بيزعل. يلا السلام. انا ما اقصدش اجراحك يا ست ليلى، انما البنت دي معجونه بميه شياطين. ما كنتش امسك زمامها هتطلع من الخلف. انا بقول لك ان طريقتك دي غلط. ما تنساش ان احنا لنا السعاد زي ما انت ليك فيها. احنا ربناها من ساعه ما اتولدت وشلناها على اكتافنا اكتر منك، وابنناها العطف والحنان اللي انت حارمها منه. بس انا اسفه على اللي قاله لك بابا. وقال لك ايه يا ليلى؟ بيعايرني يا سيدي على قله الخلفه. ليلى ما تاخديش في بالك. هو ده في حاجة منغص عليا حياتي إلا الحكاية دي؟ تبقي غلطانة. إحنا هنعرض ربنا في حكمه. وبعدين بقى أنا ما أقدرش أستحمل أكثر من كده. هموت من الجوع. حاضر يا أحمد. الله، أنت لسه مبوزة؟ اسمعي، أنا ما أحبش اللي يكشر في وشي. أبي أحمد، أنا واقعة في مشكلة. يا ساتر يا رب، مشكلة إيه؟ طالبين ولي أمري في المدرسة. آه، عشان كده بقى ترنيتي العلقة النهاردة. لا أبداً، دي عشان كنت ماشي مع بنت صاحبتي. يا لطيف، أما لو حضرته عرف حكاية ولي أمرك دي، هيعمل فيكي إيه؟ حاجة بسيطة قوي، هيذبحني. ضحك. أبي أحمد، أعرف مين اللي هيحل لي المشكلة دي؟ مين؟ أنت. إزاي؟ هتيجي معايا المدرسة وهتعمل بابا. لا يا سعاد، انت عارفه ابوكي، انا مش مستغني عن عمري. يا والنبي 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 يا ابي تنقذني. لا لا لا، ده مستحيل. تبقى ما بتحبنيش. احمد افندم، روح معاها المدرسه. الله، انت معايا ولا معاه؟ ما هو ده الحل الوحيد. وليه تحطوني انا في وش المدفع؟ النظره صاحبتي، انا هديك كارت توصيه ليها. ميرسي قوي يا ابله، ربنا ما يحرمنيش منك. العفو يا حبيبتي، بس توعديني بعد كده تمشي كويس. حاضر، من عينيا الاثنين. وافرضوا بقى ان المعلم جاد كشف الحكايه. وهيكشفها ازاي بس؟ شافني يا ستي وانا ماشي معاكي في السكه. خلاص نتقابل بعيد. الله الله، البنت هتديني رندفو. بكره الساعه 8 الا ربع قدام الفيلا اللي جنب المدرسه. يا عيني على بنات الايام دي. ميرسي قوي يا ابي. غريبة، انت هتمثلي على حضرة النظرة كمان؟ البنت دي سلوكها معوج، وده راجع لانكم بتدلعوها وبتدللوها. بس يا فندم، النظريات الحديثة في التربية بتقول ان احنا لازم نعامل اولادنا بالعطف والتفاهم. غلط يا استاذ، ده جيل عايز قطم رقبته. لابد من استعمال الشدة والحزم، خصوصا في تربية البنات. والله اذا كان ده رأي حضرتك، فانا احب اطمنك ان المسكينة دي بتاكلها في اليوم الواحد 3 4 علق. أنا مش فهماك يا حضرتك، إزاي بتقول إنك بتعاملها بلطف وفي الوقت نفسه بتضربها كل يوم علقة؟ هو أنا اللي بضربها؟
ده أبوها. أبوها؟ أمال حضرتك تبقى مين؟ أنا ولي أمرها. كده وتقرب لها إيه حضرتك؟ أنا جارها. عظيم جدا. وحضرتك بقى متجوز ولا عازب؟ متجوز طبعا يا فندم. أحب أتأكد من كده. أنا متجوز ست ليلى حسنين زميلة حضرتك. نظرة الجيزة؟ نظرة الجيزة. وحتى بالأمارة بعت لسيادتك معايا كارت وصية. والكارت مش كان معاك يا سعاد؟ آه صحيح. اتفضلي يا فندم. أنا آسفة لإزعاجك. العفو. وعشان خاطر الست ليلى أنا هسامحك المرة دي. لكن بشرفي لو رجعت للعفرطة تاني أنا هبعت أجيب أبوك الحقيقي. فاهمة؟ حاضر يا أبلة. يلا روحي دلوقتي على الفصل بتاعك. حاضر. اتفضلي. أنا متشكر جدا يا فندم. العفو يا أستاذ. ابقى سلم على الست ليلى. الله يسلم. اللي واخد عقلك اتهنى أبو. اللي واخد عقلي محيرني يا أبو علي. ليه؟ قفشتها مواعدس يا أحمد. أحمد؟ مش معقول. هكدب انا يعني؟ انا شايفها متشعبطه في دراعها وماشيه معاها اخر انسجام. ما كلمتهاش في الموضوع ده؟ اكلمها ولا ايه؟ طب ازاي بقى تحكم عليها من غير ما تعرف الحقيقه منها؟ اسالها يا عادل. البنت بتحبك ومش ممكن تبص لواحد قد ابوها. اسالها. معلش مني يا سعاد، اصل بخير عليكي. اقول كلام غير ده. بكلمك جد، انا بحبك يا سعاد. وانتي؟ انا يعني مش عارف. عارف بس عايز اسمعها منك. انا عايز اغمض عيني وافتحها الاقي نفسي معاك في بيتنا لوحدنا، بعيد عن الحته دي، بعيد عن الناس دول. ما هو ده اللي هيحصل يا سعاد. ايوه يا عادل، بس انت بالك طويل قوي. مستعجلة؟ أنا كمان مستعجلة أكتر منك، مش قادر أستنى. أنا هخطبك حالا. سعيد جدا بالخبر ده. متشكر قوي. سعاد لطيفة مهذبة وبنت حلال وانا اللي مربيها. ما هو عشان كده انا جاي اطلب منك خدمة. ايوه عادل، تحت امرك. تتكرم وتروح مع والدي علشان تطلبوها لي من ابوها. يا سلام، بس كده؟ انا عارف ان المعلم جاد بيحترمك وبيمشي كلمتك. بكل سرور يا عادل. تحب امتى؟ يوم الخميس الجاي ان شاء الله. مبروك مقدما، انا سعيد جدا. ده انا اللي شاكر خالص. العفو يا عادل، العفو. عن اذنك. يا سلام، والله كبرتي وبقيتي عروسه. اهلا وسهلا، الخطوه عزيزه. اهلا وسهلا. يا
معلم عادل جدع ابن حلال وسمعته طيبة جدا وموظف له مستقبله وفي نفس الوقت منتسب للجامعة. بعد شهرين هياخد الأسانس، دلوقتي ماهيته 20 جنيه يا دار ما دخلك شر. طب ايه مناسبته الكلام ده دلوقتي؟ بالاختصار يا معلم احنا عاوزين نجوز عادل. خير ما تعمله وجينا قصدينا. بس ما تكملش، لازمكم 20 سنة فاظن. والله ما كنت عايز عنكم. مش ده القصد يا معلم، احنا جايين نطلب بنتك سعاد لعادل ابني. ايه؟ سعاد؟ سعاد لسه ما طلعتش بالبيض يا اخوان. يا معلم سعاد ما شاء الله بقت عروسة ولسه كمان ما خلصتش من المدرسة. ما هو احنا ممكن نكتب الكتاب ونقدم الشك ونأجل الفرح لحد ما عادل ياخد الليسانس. ولما سعاد ياخد الأسانس أجرته هتبقى كام؟ هتبقى ماهيته 25 جنيه في الشهر. قلت ايه؟ لا يا سعاد ما يجراش. ليه بس يا معلم؟ انا حر بنت يا سيدي، مش هجوزها الا الواحد يكون موت تقدر اغنى مني كمان. يعني انا طمعان فيك يا معلم؟ امال يعني هتناسبني عشان سواد عيوني؟ انت راجل غلط، ولو كنا ناسبناك ما كناش خلصنا من شرك. يلا بينا. مالكش حق يا معلم. انا حر بنت يا سي احمد، إذا كان معاك كلمة تانية وفرها يا سي أحمد. ترى إيه يا عادل؟ ما تشوف شغلك يا ابني. ماليش مزاج يا بعدي. وآخرتها يعني؟ الواحد لما ياخد صدمة لازم يتغلب عليها. تعرف انا بفكر في ايه؟ قول. بفكر ان اخطف سعاد واتجوزها واحط المعلم جاد قدام الامر الواقع. اهو ده كلام مجانين. امال ايه كلام العقلين؟ تصبر يا استاذ لحد ما تاخد الليسانس وتبقى مهم وتتقدم تاني للمعلم جاد، يمكن ربنا يهديه. ما قلنا له الكلام ده وبرضه ما وافقش. طب وهتعمل ايه؟ المدير كان طلب مني اسافر اسكندريه شهرين انتداب، والنهارده انا وافقت، والسفر بكره الصبح. يعني بتهرب من الموقف؟ لا يا ابو علي، انا هسافر عشان انسى الصدمه وفي نفس الوقت اذاكر جد وارجع الامتحان. ربنا معاك يا عادل، بس انت مش هتشوف سعاد قبل ما تسافر؟ هحاول اشوفها النهارده وهي خارجه من المدرسه. طيب. عايز واحد اغنى منه. وبعدين الطريقه دي مش هتجوز ابدا، وهفضل طول عمري عايشه في السجن اللي انا فيه. فيفي استني شويه، انا هسبقك احسن شلدم يقول لبابا. طب يا حبيبتي روح. ربلع على رجلك زي ما قال المحل. طب خد يا فالح. ايه ده؟ ما تشيل كويس، هي قفص عيش؟ ما طيب الله. Thank you.
اشوف وشك بخير يا سعاد. ولا تكافك ليه؟ طمني، وكل بيت عامل حاجه. فبقى اتكلم اهو. اتكلم. الولا عادل كان عاوز يخمني ويتكلم الست سعاد. يعني ايه؟ انا ما خليتوش يهاوب ناحيتها. بقولك يعني ايه؟ رحت داخل عليه زي الاسد قام عمل ارنب وداغ. يا سعاد يا بنت ما تشوف انت واقف دي. جاك خبطه في دراعك. معلم انت سعاد تعال هنا بنت. خير يا معلم؟ وديك معاك خير. سلام يا بنت. اتفضل يا بابا. طب ما هو لما ينفخك ازاي يا بنت تخلي عادل يستناك قدام المدرسه؟ ما حصلش يا بابا. ايوه يا بنت كلي معايا يا حلاوه كلي. ها ده مش عارف انت عمي. هو ده يا بابا. ما سجلت انت اللي بوظتيها وغلطتيها. حرام عليك يا معلم. ايوه اطلبي لي الموسع هي واحد فين واحد المدرسه جايه من ايه؟ جايه من المدرسه. انا ما حدش يلعب بيا الكوره عليا الكوره. انا رايح المدرسه النهارده. انا مش فاهم حاجه يا معلم. ازاي تحلف على البنت انها ما تروحش المدرسه؟ انا حر يا سي احمد. دي بنت وانا عارف مصلحتها. طبعا يا معلم طبعا، بس دي في الثانويه العامه والسنه قربت تخلص وحرام تضيعها عليها. اهو كده انا قلت ما تروحش يعني ما تروحش، وانا كمان مش لازمني على يا معلم. ده العلم نور. نور ضلم. انا حلفت يمين ما تعتبش المدرسه دي يعني ما تعتبهاش. انا مين ما وقعش الارض. طيب يا معلم عشان ما تقعش في حلفانك وعشان مصلحه بنتك كمان، سعاد تذاكر في البيت وتقدم للثانويه العامه من منازله. تقدم للثانويه؟ تقدم للجهاديه؟ المهم ما تقعدش من البيت. خلاص يا معلم انا وليلى هنذاكر لها. يلا يا ليلى. يلا يا سعاد. متشكرين يا حاج. كتر الف خيركم. مع الف سلامه. لا. الله يسلمك. ايوه هنا. ايوه معلم. قولي لي يا هي البنت دي بنت مين؟ بنتي ولا بنتهم؟ حاجه طفله. بس ده ظلم يا ابلة. عادل ورفض يجوزه لي والمدرسه كمان يحرمني منها. بس 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 بقى بس بلاش عياط. ابلة ليلى وانا هنذكرك. انا مش عارفه من غيركم كنت هعمل ايه. احنا لما لقيناك يا بنتي جيت عشان اطمن عليكي، وفضلت مستنيه لغايه ما لقيت باباك ينشعل في الفرن واداني ظهره، رحت متسحبه وطلعت لك على طول. اعمل ايه اذا كان حلف اني ما اروحش المدرسه تاني؟ يا مصيبتي لا يكون هو. لا ما تخافيش، بابا معاه مفتاح ما بيضربش الجرس، بيضربنا انا بس. على ركبي ثابت في الدقيقة اللي قعدتها هنا. أمال أنا أعمل إيه؟ قوليلي مفيش أخبار من عادل؟ عادل؟ عادل اتنقل اسكندرية. كده بقى هرب وسابني في السجن اللي أنا فيه، وهو كان يقدر يعمل إيه؟ لكن قوليلي مامتك ما قدرتش تقول حاجة لباباكي؟ هي ماما تقدر تقول تلت التلاتة كام؟ ده مربي لها الرعب. يا ساتر يا رب، الله يكون في عونكم. اسمعي انا لازم امشي دلوقتي لحسن يجي يظبطني هنا ويدهول عيشتي. عيشتك انت بس، ده يدهول عيشتنا كلنا. وبتعمل ايه بالبصل؟ سلطه. اه
امال فين قبل ليلى؟ عندها اجتماع هتتاخر النهارده. تتغدي معايا؟ لا ماليش نفس. لا اقعدي كلي. لا مش قادره. هتاكلي يعني؟ هتاكلي، اتفضلي. دول بقى اللحمه دي اللي انا عاملها. وانت الاخرى كنت بتعملي سلطه. سلطه؟ لا ليه؟ عشان الدموع في عينيكي. مفيش حاجة. تخبي على أبي أحمد، قولي لي بقى فيه إيه. عادل سافر. بتحبيها سعاد؟ وإذا طلبت منك إنك تحاولي تنسيه. أحاول. وانا في ايدي ايه اعمله غير كده؟ لازم تكوني شجاعه وتحطي همك كله في الدروس، دي الحاجه الوحيده اللي هتنجيكي. ما تنساش يا ابي ان عادل سافر عشان ينساني. اكل حيبرد. يلا اما عشان خاطري بس دي. ايوه بضحك كده. كوني بقى. سعيدة يا سعيدة. أهلا يا حبيبتي. ازيك يا وحدتي؟ وحشاني يا خال. أهلا يا حبيبتي. وأنا ما تأخرتيش يعني؟ أصل لسه معك أكل. طب عادي ادوقي الأكل اللي أنا طبخهولك. اللي أنت إيه؟ طبخهولك. ده أنت يا دوبك تعمل السلطة. يا سيدي. لكن برافو عليك انك عرفت تاكلها. عيب، هي تقدر تكسف ابي. اصل بقالها كام يوم يعني مضربه عن الاكل. لا ما خلاص دي بقى وعدتني انها هتبتدي حياه جديده. صحيح. وهتبتدي تتعفرطي وتشقي زي الاول. واكتر من الاول. خدي بقى حته صغيره كده. هوب. انت النهارده عقلك مش في المذاكرة. ها؟ عقلي؟ ماله عقلي؟ بقول عقلك مش معايا النهارده. لا ابدا. امال سرحانة في ايه؟ انا مش سرحانة، انا فرحانة اللي بابا منعني من المدرسة وانت اللي بتذاكر لي. بس على الله بقى تبيضي وشنا. ما تخافش. تعرف يا ابي انك ظريف قوي. النهارده معايا خالص. انا عمري ما كنت معاك قد النهارده يا ابي، عشان انت الانسان الوحيد اللي عوض لي العطف والحنان اللي اتحرمت منه. لو تعرف قد ايه انا بعزك يا ابي. انا كمان بعزك يا سعاد، كانك بنتي بالظبط. بنتك ده ايه؟ الله، مش مربيكي وشالك على كتفي؟ انت مش هتبطل حكايه انا مربيكي وشالك على كتفي دي؟ مش ده اللي حصل؟ لا ايوه، لكن خلاص دلوقتي انا كبرت كبرت. طب وزعلانه ليه يا سعاد؟ عشان لسه بتعاملني زي ما اكون بنتك. يا ابي انت مش فاهم، انا مش بنتك، انا مش طفله، انا سعيده. يا ابي سعاد. الصغيرة قال شايلني على كده. خلاص غير.
في مخك ده تعمليه؟ اوعي. اه ليه ما اتجوزوش واجيب له عيال ويخلصني من السجن اللي انا عايشه فيه؟ طب وقبل ليلى؟ قبل ليلى وهي الطول اه كلنا نبقى مع بعض وتفرح بولادي. طب هو ابي احمد هيرضى بكده؟ انا هخليه يرضى غصب عنه. ترى انا خدت الدواء ولا لسه؟ حاجه تحلق. مين؟ سعاد؟ ايه حكايتك؟ ايه؟ حشمه وقار، ايه رأيك؟ يا شيخة بلا أمور عيال. ايه ده؟ ايه يا بنت اللي عاملاه في نفسك ده؟ والفستان ده جاب منين؟ الله اتسلفت من فيكي صاحبتي. يخرب عقلك، دي لو قبل ليلى شافتك بالمنظر ده كانت تطربق الدنيا على دماغك. ويمكن على دماغي انا كمان. والله كبرتي وحلويتي يا سعاد. بتقول ايه؟ بقول انك بقيتي عفريت هاو. اعجبك؟ رجلي ايه مالها؟ انجزعت. فين؟ هنا. هنا اهو؟ اه. بتوجعك؟ بتوجعك هالي. لا كله لكده يا سعاد. ايه مكسوف مني؟ مش بنتك؟ يلا يا بابي. يلا فين؟ ادعك هاني. لا ادعكيها انت يا سعاد، انت ما بقيتيش صغيرة. ما قلت لك انا كبرت ما صدقتنيش. دلوقتي صدقت، كبرت صحيح لكن عقلك لسه. الله وبتشخط فيا كده ليه؟ انت مخافمني؟ طبعا، انا مش فاهم ايه الحركات اللي انت بتعمليها دي، ثم ان رجلك طلعت سليمة ما فيهاش حاجة ابدا. احمد. احمد؟ انت مش عايز تفهمني؟ لا لا انا مش عايز افهمك، مش عايز افهم حاجه ابدا. سمين يلا بقى اتفضلي روحي، زمان قولتك ليلى جاي. احمد النهارده ابدا. عشان عاوزاها ضروري. عايزاها ليه؟ في حاجه؟ عشان هطلع رحله مع المدرسه يومين. لا لا والنبي بلاش الرحله دي يا ليلى. ليه يا احمد؟ علوم انا هرتب لك كل حاجه قبل ما اسافر وهخلي سعاد تشوف طلباتك لغايه ما ارجع. يلا يلا بينا. على فين؟ اصلي جايبه لك معايا هديه. متشكر قوي. طب خش انت وانا هاخد لي كاس وحصلك على طول. طيب يا انا خدت دش انما في الواقع طلع بارد صحيح. لا سلامتك. الله يسلمك. تعال تعال يا تعال يا ستي. مش هوصيكي على ابي احمد يا سعاد. ابي احمد في عينيا الاثنين. اصل لما بيفضل لوحده بيغرق في شبر ميه. مش هخليه يحتاج لحاجه ابدا. اشوف وشك بخير يا سعاد. مع السلامه يا ابله. مع الف سلامه. سعيد انت دلوقتي يا ابي. ابي احمد اوعى تتاخر، انا مستنياك. احمد مش هوصيك على نفسك. مش فاهم. ما تشربش كتير. لا مش كتير. سعاد يا بنتي ارحمي نفسك شويه، القرايه هتنقع عينيك. سيبيني وحياتك يا ماما، سيبيني، مستقبلي اهم حاجه. واشمعنى النهارده؟ مطهومه قوي في المذاكره. اصل الامتحان قرب. طيب يا حبيبتي.
ربنا يجعل تعبك كفايه. يا رب يا ماما يا رب. سهرانة يا بنت؟ بذاكر. ما كفاية، احنا بقينا نص الليل.
اصلي عايز اجيب مجموع كبير يا بابا. طب ذاكر يا فالحة. الأسانس. اطلع لم يباني البستان نور بحبك الليلة. سعاد يا حبة عيني موتة روحها من المذاكرة. طبعا عشان انا صحيلها ومشيها زي الالف. لا خليها دلوقتي الدنيا حار. اصلها عايزة تدخل الجامعة وتاخد اللسانس. ربنا يجعل تعبها بفايدة يا رب. فايدة ايه واسانس ايه؟ يعني هتوكلنا ولا هتكسينا؟ انا اسانس
اهلا ليلى. يا نهار اسود، هو انت ليه؟ مين؟ فين؟ جت ايه اللي جابك هنا؟ سعاد جيتي هنا ازاي؟ اتكلمي. انت يا ابي انت اللي انا ايه؟ انطقي. انت اللي غصبت عليا وقفلت الباب بالمفتاح وحطيته في جيبك. انا؟ ايوه انت. وبعدين اللي حصل حصل. انا مستقبلي بين ايديك دلوقتي. انا عملت كده؟ انا عملت كده؟ اوعى تسيبني بعد اللي حصل. ايه اللي خلاني اعمل كده؟ ايه اللي خلاني اعمل كده؟ اصلك كنت سكران قوي يا احمد. سعاد اوعي تجيبي سيرة، اوعي تقولي لحد. ابوكي ابوكي. خبر اسود. وليلى ابوس ايديك. هات المفتاح. مفتاح محطوط هنا في الجيب ده. صدق اخياني انا مش هقول حاجه، مش هقول حاجه، هخلي كل حاجه لضميرك. اخياني تكون معانا. يا ريت يا ليلى. انت كده كنت متضايق لوحدك قوي؟ اللازم سعاد ما سالتش عليك. سعاد ما جت يا ليلى. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة. اهلا اهلا يا سعاد. لكن انا زعلانة منك. ليه بقى؟ بقى انا اللي وصيتك على ابي احمد، تقومي ما تساليش عنه. يا خبر يا ابي، ده انا ما سالتش عنك؟ ده انا ما سبتوش لحظة. يعني اقول لها على اللي حصل ولا بلاش؟ احسن دي حاجه تكسب. ايه اللي حصل يا سعاد؟ اقول حفتن عليه يا ابلة. كان امبارح بالليل سكران ومش داري بنفسه، قعد يدور على خرم الباب يجي ساعه، لولا انا فتحت له كان بات بره. صحيح الكلام ده يا احمد؟ ليله واحده ابلة تغيب فيها عنك يجرى منك ده كله. سمع العفريته دي بتقول ايه؟ الله، انت مولع سيجارتين، انت مالك ملبوخ كده؟ انا مش زعلان. ايه يعني ما تفرفش لك شويه؟
اللي عاملاه ده. فضلتيه يا ماما. والراجل بالله على مش خايفه لابوك يسمعه؟ مدام جاد. مدام ايه يا اختي؟ مدام جاد تسمحي لي بالرهبه دي؟ لا انت باين عليكي اتجننتي. يا ماما تعالي يا بنتي. مالك؟ ما ماليش. امال ايه اللي مخليك عصبي كده وعمال تولع سيجاره ورا التانيه؟ انا مش عصبي، انا في غايه الهدوء. طيب طب بس ما تزعقش. انا ما بزعقش. سعيده يا قبله. اهلا يا سعاد. ازيك يا ابي؟ زي الزفت. بعد الشر؟ هو زعلان ولا ايه يا قبله؟ شويه. اقول لك نكته جديده؟ سيبيني في حالي اعملي معروف. لا 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 ابله ليلى، يظهر ابي احمد عايزني اسقط في الامتحان. ازاي بس يا سعاد؟ مش ممكن، هو بس تعبان شويه اليومين دول. ده تعبان على طول، لا انا عارفه اكلمه ولا اشوفه ولا. وبعدين معاك يا سعاد. معلش يا سعاد سيبيه شويه. يا حرام، عمري ما شفت ابي احمد بالشكل ده. ايه ده؟ معلش يا حبيبتي دلوقتي يروق. استمرت الاستمحان دي؟ ما تقدرش تجيبها لي دلوقتي تنظم؟ اقدر. لا مش ممكن يا بابا، لازم انا عشان امضي على الاستماره واجيب رقم الجنود. طب بس بقى، بلاش عد ولا حاجه. بلاش تنظم. لا انا معلمي. استلم العقده. ما عشان تجيب لها البتاع دي الاستماره بتاع اسمعي يا بنت. رقم الجنود. عشان راح بالجنود. ها؟ رجلك على رجلها. فتحت عينيه. بابا. ايه عايز ايه كمان؟ الرسوم. كام؟ 5 جنيه. وليه ما تقولوا تلاتة؟ مش ممكن هم عايزين كده. لا قولي يلا بقى اغور من وشي، خليني اكل سديت نفسي كاكل بلا. ايه داخل اتعلم الله. الو مين يا فندم؟ سيادتك عايزه الاستاذ احمد؟ طب ثانيه واحده هنقول تليفون يا استاذ احمد. ايه تليفون. الو مين؟ مين؟ بقول لك سعاد عايزه اقابلك ضروري. ما تقدرش؟ ما تقدرش ازاي؟ ده في مصيبه حصلت لي. حصل ايه؟ اتكلمي. ايه؟ اغمى عليكي؟ ايوه مش قادر اقول لك اكتر من كده في التليفون. ازاي بس يا احمد؟ دي مساله حياه او موت. طب انت فين دلوقتي؟ طب انا جاي حالا. انا اضطريت اندهلك من شغلك لانك مش مديني فرصه اكلمك، عملت تهرب مني على طول، ما بتفكرش الا في نفسك، خايف على سمعتك وبس. ولا انا اللي فتحت هتبقى كبيره ومستقبلي هيضيع، ما فكرتش فيا ولا في. طب اديني فرصه افكر. والحكايه دي بقالها كتير؟ شهر وزياده. يا خبر اسود، يعني مش هنقدر نلاقي حل تاني. حل واحد انت عارفه كويس يا احمد. ايه هو؟ انك تتجوزني وباسرع ما يمكن قبل الحكايه ما تكبر. يا رب انا عملت ايه في دنيتي؟ احمد غلطتك، لازم تقدر ظروفي. انت عارف ابويا. ذبحنا احنا الاثنين.
ده انت لازم تحمد ربنا اللي عوضك بخلفك بعد ما قعدت العمر ده كله ملهوف على عيل. طفل جميل يملى عليك الدنيا بهجة وسعادة. يعني ده جزاء اللي حققت لك أعز أمنية عندك. ايه ده؟ انت بتعيط يا أحمد؟ أنا بعيط؟ جايز. أنا بحبك يا أحمد وعشان كده مش عايزة أورطك. أنا مستعدة أتحمل غلطتي لوحدي، مستعدة أواجه كل المصايب اللي هتحصل لي. يلا بينا. شلدر شلدر، ايه ده؟ اسيبك 5 دقايق ارجع عليك نايم؟ ما انا اصلي مخلي بالي كده. طب هقول لبابا. لا والنبي والنبي ما تقوليلوش. انت جيت يا احمد؟ ايوه يا ليلى. احمد مالك يا احمد؟ لا الظاهر اني حرقت صوابعي. الظاهر؟ احمد انت مش طبيعي ابدا يومين دول. انا حاسه انك مخبي عني حاجه. ليه مش عاوز تقول لي على اللي في قلبك يا احمد؟ اما كنتش تقول لي انا هتقول لي مين يا ليلى؟ انا هقول لك على كل حاجه بصراحه. انا انت ايه؟ انا الظاهر تعبان شويه وعشان كده جيت من الشغل بدري. هخش استريح. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شعبات جاله. ايوه جاله. الله يبارك فيك يا عم. عقبال اولادكم جميعا. الله يبارك فيك يا عم. الله يبارك فيك. مبروك عليك الليسانس يا استاذ عادل. فرحنا لك قوي ابن حتتنا. شربات يا استاذ عادل. بالله العيد في الحته كلها يا سعاد عقبال ما نفرح لك الفرحه الكبيره. تصحى يا حضرة الأستاذ، خلينا هنا. كان نفسي أقول لها الخبر بنفسي، بكرة تتعدل. طب والله سعاد ليك وأنت ليها مهما طال الزمن. والله يا أبو علي طول ما فيها المعلم جاد ما فيهاش راجل. يا معلم جاد، عادل ده ابنك برضه. وأنت راجل تعرف الأصول. لازم تقوم تبارك له عشان النفوس تصفى والقلوب تويب. والله يا جماعة أنا وشي منكم في الأرض. بس أنا سبق قبل كده يعني يعني علشان ما اديتهوش بنتك، هتفضل مقاطعه طول العمر. هي عشرة يوم يا راجل. قوم يا راجل خلي الفرحة تكمل. والله أنا ما عايز أكسفكم، بس أنا خايف إن الجماعة دول يفتكروا إن أنا وافقت على الجواز. يا راجل دي دقة ودي دقة. قوم بينا قوم قوم. يلا. أه أمرك يا راجل برضه. ها يا حضرة الأستاذ انتباه. بنصيبك يا بنتي. خلاص يا الف نهار ابيض. ده الفرحه فرحتنا احنا. ده عادل ده ابني. ده فيها شك يا حاج. الله عقبال اولادكم جميعا. والله الفرحه ما هي شيء عادي يا حاج. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مالك فرحان كده ليه؟ اصلي يا فندم نجحت وخدت ليسانس بدرجه جيد جدا كده. ايوه الف مبروك. نهني انفسنا. الله فين الوالد بقى عشان نروح له؟ موجود في القهوه يا فندم. اتفضل. عقبال ما نشرب شربات انت حياتك يا حاج احسن. ولا بلاش ليه؟ عشان المعلم جاد يعني؟ ده راجل جه بارك لنا. بارك لكم؟ اه
طب عال. وانا شايف يعني ان الليله دي احسن فرصه عشان تكلمه. تكلمه في ايه؟ في موضوع سعاد طبعا. سعاد؟ ها؟ لا 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 يا عادل، سيبك من الحكايه دي خالص. هيسيبني ازاي؟ ده الراجل قلبه سيف من ناحيتنا. يا عادل مالكش دعوه بالموضوع. ماليش دعوه ازاي؟ يلا انا متاكد ان الليله دي هيوافق. مش هيوافق صدقني. ليه بس؟ لانه راجل هيكر. ما خلاص لا صبري يا وشفان، انت ملحوق على الجواز قوي كده ليه يا عادل؟ عشان عايز اتجوز. الله، يعني ما لقيتش غير معلم جت تناسبه. ايوه خربت البلد، ما لقيتش بنات غير سعاد. ما جرى يا استاذ احمد، ما انت كنت موافق. يا سيدي كنت فاهم غلط، طلعت حمار. انت وسعاد عيبها ايه؟ عيبها كبير قوي. ليه هو في حاجه انا مش عارفها؟ لا قصدي اقول يعني عيبها ابوها المعلم جاد. يا عادل يا ابني فضها سيره، بلاش الموضوع ده. يا استاذ احمد انا راجل عايز اتجوز واترستق ويبقى لي ولاد يملوا عليا البيت. ولاد ايه يا ابني وبنات ايه؟ ايه مالك يا استاذ احمد؟ لا شويه مغص بس عن اذنك يا عادل. مش معقول احمد يعمل كده ليه؟ ما هو ده اللي محيرني. انا قبل كده وصلته في الموضوع وقام بالواجب، ودلوقتي بعد ما اصطلحنا مع المعلم بصيت لقيته جاي يقول لي ابعد عن سعاد خالص. غريبه قوي. طيب يا استاذ عادل سيب الموضوع ده عليا وانا هحاول اقنع المعلم جاد. طيب يا فندم انا شاكر افضل. العفو، وان شاء الله نبارك لك قريب. ان شاء الله يا فندم، شاكر قوي. مع عاوز تقول لي بصراحة. بصراحة؟ على إيه؟ على كل حاجة. أقول لك على كل حاجة بصراحة. أيوه أنا دلوقتي اتأكدت إنك مخبي عليا حاجات كتير. أنا مش صغيرة يا أحمد. ليلى أنا أحمد أنا أقرب الناس إليك، إن ما كنتش تقول لي أنا هتقول لي مين؟ ليلى أنا مش عارف أقول لك إيه. أنا حاولت قبل كده أعترف لك لكن ما كانش عندي الجراءة. ليه يا أحمد؟ بعد عشرة العمر ده كله تخبي عني؟ ده أنا شريكة حياتك يا أحمد ولازم تشركني معاك في كل حاجة. ليلى أنا ارتكبت في حقك غلطة كبيرة أوي. كنت سكران، ما كنتش في وعي لدرجة اني مش فاكر اي حاجة من اللي حصل. ليلى انا اجرمت وجرحتك ومن حقك انك تعملي فيا اللي انت عايزاه. كل اللي اقدر اعمله دلوقتي يا احمد ان انا اقف جنبك. انت في محنة ولازم نفكر في حل. أنا مراتك يا أحمد، لازم أكون ستر وغطى عليك. ست ليلى أهلا وسهلا يا ألف خطوة عزيزة، اتفضلي يا أختي سريعة. هي سعاد فين؟ موجودة يا أختي في أوضتها. سعاد يا سعاد. أبلة ليلى؟ أهلا أهلا أبلة ليلى. إزيك يا أبلة ليلى؟ في حاجة؟ في حاجات غريبة أوي في الدنيا دي.
ازاي الواحد يزرع الخير ويحصد شر؟ ليه الواحد يدي الحب والحنان ويجني اللؤم والخداع؟ حصل ايه يا اختي؟ كفلة الشر. لأول مرة في حياتي احمد ربنا ان انا ما خلفتش، عشان كان جايز قوي ربنا ينكبني ببنت زيك مجردة من الشعور. وانا عملت ايه يا ابله؟ الله، ايه اللي حصل بس يا ست ليلى؟ مش تنوريني يا اختي. انت عايز الحق ولا ابن عمه يا شيخ سيد؟ الحق يعني ولا يعلى عليه. والله ومالك عليا يا امين، انا ندمت وتعزيت اني اتهورت على سي عادل المره اللي فاتت. على كل حال عادل ابنك واجب عليه يتحملك. ربنا يحميه. والله انا اتصريت لما شفت داخل عليا دلوقتي وهو برضه شاري، وانا اللي كنت بايع. يا معلم جد احنا اخوان متربيين سوا ومعاشرين بعض العمر كله وبكل كمال. الاول يا سعادة، انت ناوي تشتغل ايه؟ انا واخد الليسانس بدرجة جيد جدا، يعني حابة وكيل نيابة على طول. وكيل نيابة؟ اعوذ بالله. ايوه يا معلم. زي اللي حقق معايا في قضية وادي العيش. تمام يا معلم. ويقعد يؤمن في الناس ويتأمر ويحد فيهم ويربط. طبعا يا معلم، صلاة النبي احسن. احنا عاوزين الفايدة يا معلم جاد. اسمع يا شيخ سيد، انا من ايدك دي لايدك دي. سعاد لعادل. وعادل لسعاد. الفتحة. الفتحة. يا سطي يا نهبتي السودة، أروح فين وأجيب منين؟ أروح فين؟ كل اللي بتعمليه ده مفيش منه فايدة. زغرطة يا كفيلة. زغرطة يا ولية. سعيدة يا ست ليلى. اهلا يا معلم. ما زغرطه يا تفيده، انت اتخرستي؟ ما زغرطه على ايه بس يا معلم؟ سعاد اتخطبت لعادل. مش هيحصل يا معلم. اجاي سعاد مش ممكن تتجوز عادل. وايه اللي خلاها ممكن؟ حضرتك؟ ايوه انا بكلمك لمصلحتك ومصلحه بنتك. بلاش الجوازه دي، الله يسترك. احوطرونا واسمعونا، كلكم كنتوا موافقين وانا اللي مسرجي. النهارده لما وافقت وقريت الفاتحه جاي تقفوا سكتي كلكم يا اخي. وانا ترى عامل اللي انا عايزه. استنى هنا يا معلم، انت مش هتقدر تعمل اي حاجه، الجوازه دي لا يمكن تتم. ليه بقى؟ فهميني. علشان سعاد اللي حضرتك ربت لها الرعب عشان تمشي زي الالف، سعاد اللي ربتها على الضرب والذل، سعاد ردت لك الالم. فوق لنفسك سعاد، خلاص سعاد ما بقتش تنفع للعادل ولا لغيره. بتقول ايه؟ افهمونا يا جماعة. فهميني يا ستي. اه جدع، فهميني. تفيدة تفيدة. سعاد عملت ايه يا تفيدة؟ ايه يا ليلى عملت ايه؟ ايه مالك بتترعش كده ليه؟ المعلم جاد. المعلم جاد هيعمل ايه؟ ما الامر خلاص خرج من ايده. ممكن برضو. لا مالك اعصابك يا احمد، انت سيد الموقف. انا سيد الموقف. المعلم جاد لو كان عاوز يعمل حاجه هيجي ساجد على ايديه ورجليه عشان يترجى تستر عرضه. والنبي يا جاد. اصبر 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 اصبر. طب تعالي معايا.
فين ايه يا معلم جاد؟ مرمطت شرفي في التراب يا احمد، مرمطت شرفي في التراب يا احمد. يا معلم جاد اشرح يطوى يطوى عشان ياخد عمرك. Yeah.
ساعه يا ست ليلى. فات ساعتين على الميعاد دلوقتي. لطفك يا رب. طمني يا دكتور. الحمد لله المعجزه تمت. ينصر دينا يا دكتور. الحمد لله. انا ابوها. اشوفها بعيد. ما فيش مانع، اتفضل معايا. Yeah.